أهلا بكم. قام جنود من الحرس الرئاسي في النيجر الأربعاء باحتجاز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة نيامي في محاولة الانقلاب عليه، في وقت قالت الرئاسة النيجيرية إن الجيش لم يدعم الحرس الرئاسي في احتجاز الرئيس، لتتوالى بعدها ردود الفعل الدولية والإقليمية المنددة بمحاولة الانقلاب. ما دوافع سلوك الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس في النيجر؟ لماذا لزم الجيش الصمت تجاه ما يجري؟ هل يستجيب قائد الحرس للدعوات والضغوط الدولية؟ مشاهدينا، تتابعون أيضا انطلاق أشغال القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بيترسبورغ التي تدوم يومين وتهدف لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عزم موسكو على تطوير التعاون مع إفريقيا والعمل سويا لحل مشاكل القارة على غرار مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي مع تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم. ما أهمية القمة في السياقات الاقتصادية الدولية الراهنة؟ كيف تستفيد إفريقيا من شراكتها مع روسيا؟ أي مكاسب سيجنيها الطرفان من التحالفات الاقتصادية؟ نبض العالم، أهلا بكم. قال رئيس النيجر محمد بازوم إن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس سيتم صونها. الرئيس النيجيري في منشور له على تويتر أضاف أن مواطني النيجر الذين يحبون الديمقراطية سيحمون تلك المكاسب. وتأتي تصريحات الرئيس النيجيري محمد بازوم في أعقاب قيام أفراد من الحرس الرئاسي أمس الأربعاء باحتجازه داخل القصر الرئاسي، وهو الأمر الذي خلف موجة من الإدانات الإقليمية والدولية. من جهته، كان وزير الخارجية النيجيري حسومي مسعود قد دعا في منشور له جميع الديمقراطيين والوطنيين إلى العمل على إفشال ما وصفه بالمجازفة الخطيرة. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا من عاصمة النيجر نيامي الصحفي وعضو وحدة الاتصال بالرئاسة محمد حيب الله عبر الهاتف، ومعنا أيضا عبر الهاتف علي أحمد سالم الخبير في الشؤون الأمنية من العاصمة الموريتانية نواكشوت. بداية الأستاذ علي أحمد، ماذا يحدث بالضبط في النيجر السيد حبيب؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ما يحدث في النيجر هو محاولة انقلابية على غرار ما حدث في دول الجوار، في بوركينا فاسو وفي غينيا كوناكيري وكذلك في مالي. القريب في هذه الانقلابات على أنه الصف الثاني من الضباط هم من يقوموا بها، ودائما تأتي بعذر واحد أو البيان رقم واحد يكون متشابها في أغلب حالاتها، هو سوء الإدارة وضعف الوضع الأمني وهشاشته في هذا البلاد بعد
نزوح الجماعات الإرهابية إلى حدود كل من هذه الدول الثلاث. عموما لا أتوقع أن يحدث الشيء الكبير في نيامي، خاصة من خلال الإدانات الدولية الكبيرة التي شهدها العالم حول انقلاب على الرئيس بازوم. الوضع بطبعه طبيعة الحال معقد، ومن الصعب التدخل عسكري نظرا لتكلفة البشرية، كما أن منظمة دول غرب إفريقيا دول إكواس لم تتدخل في هكذا حالات في مرات سابقة. أضيف على ذلك أن منطقة الساحل أو تجمع دول الساحل التي تنتمي إليه النيجر اكتفى ببيان خجول ندد فيه بالانقلاب وحذر من المساس بسلامة الرئيس بازوم. هناك نقطة يجب الإشارة إليها أو يجب التنويه بها، وهي أن الرئيس بازوم وصل إلى الحكم في سنة 2020 بعدما تدرج بعدة مناصب من مدرس إلى وزير لعدة وزارات، ترأس عبر انتخابات نادرة شهدتها النيجر، ولأول مرة صعود رئيس ينتمي لأقلية عربية في بلد قبائلي، هي قبائل الضيفة التي تمثل 1.5 من السكان. النقطة الثانية في هذا الانقلاب أنه حتى الآن رغم تداول بعض الأسماء التي قيل أن منها قائد الحرس الرئاسي عمر الشيباني، إلا أن هنالك من يقول أن الانقلاب قد يكون وراءه أيضا الجنرال السابق القائد الجيش الذي تمت إزاحته وعين سفيرا، والذي يعتبر شخصية مرموقة في الجيش تقلد عدة مناصب. طيب سنناقش كل هذه النقاط خلال النقاش. أستاذ محمد حيب الله، ضعنا في صورة ما يجري الآن في النيجر. أولا شكرا جزيلا لكم على حسن الاستضافة. الصورة بدأت تتضح أكثر فأكثر، حيث كشف الستار إن صح التعبير عن الغموض الذي كان يوم أمس، حيث الجيش النيجري متمثل في قادة الجيش النيجري، القيادة العامة للجيش النيجري أعلنت تضامنها وقبولها لهذا الانقلاب العسكري، بمعنى أصبحت من المؤيدين للقادة المتمردين كما يسميهم النيجريون هنا. إذن القادة العسكرية القيادة الجيش الوطني تؤيد الانقلاب العسكري. نعم. طيب أستاذ علي أحمد، كيف تقرؤون أسباب محاولة هذا الانقلاب العسكري خاصة من طرف الحرس الرئاسي، وإلى أين يتجه؟ هو هنالك أسباب تتداولها وسائل الإعلام، لكن خلال البيان الذي تلاه الماجور عمر، الماجور الذي تلا البيان، كان هنالك ضباط من الجيش، خاصة الجيش، وأيضا إضافة إلى قائد بعض كبار المسؤولين في الحرس الرئاسي. تتداول بعض وسائل الإعلام وبعض المصادر على أن تسريب معلومات عن عزم بازوم إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية من خلال استعباد الجنرال عمر الشيباني، وخرج مرسوم بذلك فعلا، تبين لاحقا أنه كاذب لاحقا. هذا ينص على استبدال الجنرال بالجنرال محمد تومبا. أيضا تتداول وسائل الإعلام على أنه قد يكون ردة فعل من قائد نعم. نعم شكرا. أستاذ أحب الله، كيف ترون ردة فعل المؤسسة العسكرية النيجيرية حيال هذه التطورات؟ حيال هذه التطورات نرى بأن الجيش أصبح متورط في هذا الانقلاب العسكري بشكل مباشر، حيث الجيش في بيانه صبيحة هذا اليوم أعلن تضامنه وتأييده لثاني، وهو رئيس الحرس الجمهوري الذي قام باحتجاز رئيس الجمهورية فقامة محمد بازوم منذ يوم أمس. إذن القضية أصبحت واضحة للعيان بأن الجيش بشكل أو بآخر متورط في هذه العملية الانقلابية. فقط أريد أن أحدثكم عن أبرز التطورات الجارية حاليا في العاصمة نيامي. تم نظمت مظاهرة معادية
لمؤيد عفوا مظاهرة شعبية مؤيدة للجيش، وقاموا بإشعال النار في مقر الحزب الحاكم هنا في العاصمة نيامي، وقاموا بحرق سيارات بعض الوزراء، وزراء الحزب الحاكم وبعض النواب في البرلمان للحزب الحاكم. طيب ما هو تحليلكم للوضع الأمني الحالي في النيجر بشكل عام؟ نستطيع أن نقول أنه متوتر للغاية، بما أن الجيش أعلن تضامنه مع الجهة التي تقف وراء هذا الانقلاب، والأمر الغريب من نوعه إلى حد الساعة الجيش لم يعلن من اسم الرجل الذي سيتولى قيادة المرحلة الانتقالية. هذا هو محل السؤال. طيب أستاذ أحمد سالم، ما هي دوافع هذه العملية الانقلابية؟ قلت لك البيان الذي تلاه الجيش أو ضباط الجيش الذين تلاونه عبر التلفزيون هو نفس البيان الذي تلاه قادة الانقلاب في كل من بوركينا فاسو وفي كل من مالي، طبعا يرجعونه دائما إلى الوضع الأمني المعقد وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية، رغم أن النيجر شهدت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالتعليم وفيما يتعلق بمكافحة الإرهابي أيضا في علاقاتها الدولية. هنالك مصادر تتحدث عن دخول الثنائي روسيا و بوركينا وكذلك بوركينا فاس غينيا كوناكري من خلال علاقات بين الضباط، وهي ما تقول بعض المصادر انه تم برعاية روسية سبيلا لتقلقل الروسي في منطقة الساحل، وطبعا هذا محاربة للوجود الأوروبي والفرنسي من جهة، ومن جهة أخرى الوجود الأمريكي في المنطقة، وبالتالي إعادة علاقات دول غرب إفريقيا خاصة التي تمتاز بوجود بؤر في للإرهابي، إعادة الوضع الأمني لهذه الدول من خلال إحياء علاقات جديدة في ثنائية اقتصادية معقدة جدا يشهدها العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية. طيب محمد حيب الله، حدثنا عن الشارع، كيف ينظر الشارع النيجيري إلى هذه العملية؟ الشارع أستطيع أن أقول لك بأنه متوتر مما حدث شهدنا، لكن في انقسامات الشارع هذا بالطبع، هناك مؤيدين وهناك معارضين، لكن المؤيدين لفخامة رئيس الجمهورية محمد بازوم عددهم كبير جدا للغاية. شاهدنا أمس مظاهرة شعبية شارك فيها عدد من الوزراء وعدد من مدراء المكتب الرئاسي، طالبوا فيها هذه المجموعة العسكرية التي الصغيرة للغاية التي احتجزت رئيس الجمهورية محمد بازوم إلى إطلاق سراحه فورا وإعادته لمزاولة مهامه كالمعتاد. طيب أستاذ أحمد سالم، هل الرئيس بازوم يستطيع التواصل حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هو كانت أول رسالة حاول الرئيس السابق بازوم أن يمررها كانت عن طريق إكس، يعني هو قرد من خلال تويتر عن طريق منصة إكس الجديدة، داعيا فيها لحماية المكتسبات الديمقراطية التي حصلت النيجر عليها بعد سلسلة انقلابات. عموما لا أتوقع كما قلت لك أن يتم التواصل لاحقا، لأنه اليوم خرج أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي منددا بالانقلاب، كما خرج وزير الخارجية السابق ونصب نفسه رئيسا للحكومة. كل هذا يحدث في ظل غموض وفي ظل صمت مطبق من طرف الجيش عن سمان من سيتولى المرحلة اللاحقة، وكما قلت لك هنالك اسمين يتم تداولهما هما سيلفو مودي السفير ورئيس الأركان السابق، وكذلك عمر تشيباني قائد الحرس الرئاسي قوات النخبة في الحرس الرئاسي. لا أتوقع أن يتم تدخل عسكري في النيجر إطلاقا نظرا للتكلفة البشرية والنتائج الغير متوقعة والغير محسومة، بالتالي هذه المظاهرات كلها ومحاولات اتصال الرئيس ومحاولة استدرار عطف الشارع النيجيري لا أظنها ستأتي بالجديد.
طيب نبقى في نفس الفكرة أستاذ محمد حب الله، هل الرئيس يستطيع أن يتواصل؟ نعم يتواصل، بمعنى لم أفهم السؤال. هل يستطيع الرئيس محمد بازوم المحتجز، هل يستطيع أن يتواصل حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ أو كيف؟ يوم أمس صباحا تم احتجاز الرئيس محمد بازوم يوم أمس الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مساء، والتواصل متواصل مع الرئيس حيث يستقبل الاتصال على هاتفه ويرد أيضا على الاتصال. أما صفحة اليوم العكس. طيب أستاذ، أنتقل إلى أستاذ أحمد سالم. الرئيس محمد بازوم قال إن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس سيتم صونها، ماذا يعني ذلك؟ وهل ثم تآمل في أن يتراجع الإنقلابيون عن محاولتهم؟ هو كما قلت لك، وصل الرئيس بازوم في انتخابات شهدت صعود أول رئيس ينتمي لأقلية في بلد قبائلي، وهذا في حد ذاته يعتبر مكسب ديمقراطي مهم في منطقة دول غرب إفريقيا. لا أظن أن يتراجع الإنقلابيون أبدا، لأن هنالك هما الآن بين أمران أحلاهما مروا. محاولة التراجع عن الإنقلاب مهما كانت الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها، سيكون هم من يدفعوا الثمن سواء كانوا ضباطا كبارا أو صغار، وبالتالي لا أتوقع أبدا أن يتم التراجع عن هذا الإنقلاب. وأعتبر الإنقلاب بالنظر إلى حيز الرئيس وعدم تواصله، هو تواصل صباح اليوم مع بعض عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كما نقلت بعض الوسائل الإعلامية العالمية، إلا أن هذه المحاولة أظنها ستتراجع لاحقا ليتم حجزه رغم تعهد الانقلابيين لبعض المنظمات الدولية ولبعض الدول في المنطقة بعدم المساس به واحترام حقوق الإنسان وكذلك احترام الاتفاقيات التي وقعت عليها النيجر سابقا. أعتبر الانقلاب نجح إلى حد كبير، الآن فقط ننتظر من سيكون هو رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، وأتوقع كما قلت لك ما بين اسمين، الرئيس قائد الحرس الرئاسي عمر تشيباني أو قائد الأركان السابق وهو السفير الحالي الذي أزحه بازوم خلال الآونة الأخيرة. أستاذ علي، هل كنتم تتوقعون هذه العملية؟ هل هناك مؤشرات؟ هو بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه النيجر خاصة الوضع الأمني، ونظرا لما حدث في دول الجوار للنيجر خاصة مالي وبوركينا فاسو، وسيطرة الصف الثاني من الضباط العسكريين على الحكم في هذه المظاهرات، وكذلك التأييد الشعبي في هذه الانقلابات وكذلك التأييد الشعبي الذي حصل عليه الانقلابيون في كل من هذه الدول، وهو عكس ما حصل عليه الانقلابيون في النيجر، إلا أن ذلك لا أظنه سيضيف جديدا أو سيزني هؤلاء الانقلابيين عن انقلابهم. لم يكن متوقعا الانقلاب في النيجر، رغم أن ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس بازوم سنة 2021 الحكم حدث انقلاب عسكري وأفشله القائد الحرس الرئاسي الحالي عمر تشيباني، إلا أن هنالك بوادر خلافات ترجحها وسائل إعلام ومصادر أخرى أنها قد تكون السبب وراء الانقلاب عليه، وهي كما قلت لك عزمه عن استبدال أجهزته الأمنية بآخرين قد يكونون أكثر ولاء له، وطبعا قام بعزل قائد أركان الجيش وولاه عينه سفيرا، وبالتالي هنالك أيضا كما قلت لك مرسوم خرج تبين لاحقا أنه مرسوم كاذب، هذا المرسوم نص على أنه يتم عزل عمر تشيباني قائد قوات النخبة وقائد الحرس الرئاسي واستبداله بالجنرال دمبيا. طيب نبقى في نفس النقطة أستاذ محمد حب الله، كونكم من النيجر، هل كانت هناك مؤشرات تشير إلى حدوث هذه العملية الإنقلابية؟ أنا أولا أؤيد مداخلة الضيف الآخر بأن هذا الإنقلاب لن يتراجع
أبدا الجيش لن يتراجع بهذه السهولة، بما أنه استطاع السيطرة بشكل كامل على الوضع، ووجد تاني اسمه تاني عمر تاني وجد تأييد القادة العسكريين برمتهم. إذن لا تراجع مهما سيكلفهم الأمر بما أنهم يسيطرون على الوضع. أما بالنسبة هل كان من المتوقع إجراء يعني هذا الانقلاب العسكري؟ بطبيعة الحال ليست المرة الأولى كما ذكر الضيف، ليست المرة الأولى يتم محاولة انقلابية. إذا رجعنا الذاكرة إلى الخلف، قبل حوالي يومين من تنصيب رئيس الجمهورية محمد بازوم، وهو أول رئيس منتخب شرعي يستلم السلطة من رئيس منتخب شرعي مثله، أرادوا الانقلاب عليه، لكن تشاني ذلك الوقت كان مؤيدا للرئيس الأسبق، وبالتالي قام بصد هذا الهجوم. حسب المعلومات المتوافرة والغير المؤكدة إلى حد الساعة، أن الرئيس كان يعزم عن عزل هذا الشخص في مجلس الوزراء كان من المفترض أن ينعقد صبيحة اليوم الخميس حسب المعلومات المتوفرة لدي، لكن لم نتأكد منها بعد. طيب أستاذ علي سالم، على ذكر شرعية الرئاسة في البلاد، وزير خارجية النيجر حسومي مسعود نصب نفسه رئيسا مؤقتا للحكومة، مؤكدا أن السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم. كيف تقرؤون تصريح وزير خارجية النيجر؟ هو كما قلت لك، النيجر بلد قبائلي، أظن أنه يستمد قوته من العلاقات الاجتماعية الضيقة له ولمحيطه، وبالتالي نصب نفسه رئيسا للوزراء في ظل هذه الفوضى التي تشهدها النيجر للأسف الشديد. كما قلت، لا أتوقع أن يأتي هنالك جديد، لا أتوقع أن يتم التراجع عن الانقلاب الآن، فقط ما تحاول بعض الدول أو بعض المنظمات الدولية عمله هو فقط الحفاظ على سلامة الرئيس ومحيطه الاجتماعي، ومحاربة أو الحد من الاعتقالات التعسفية التي قد تخلو. النيجر شهد 4 محاولات انقلابية طيلة تاريخه، ومعروف على أنه بلد انقلابات، فشلت فيه عدة انقلابات عسكرية، إلا أن الرئيس الحالي كان رئيسا شرعيا ومنتخبا كما قلت لك بطريقة ديمقراطية نادرة لم تشهد النيجر لها مثيلا، لأنه من أقلية عربية وهم قبائل البدو الذين يعيشون في النيجر والذين يمثلون فقط نسبة 1.5% من مجموع السكان. الوضع في النيجر الآن هو وضع معقد، فقط خلال الساعة القادمة سيتم الإعلان حسب توقعاتي عن رئيس المجلس العسكري الذي سيكون رئيسا للبلاد. طبعا كأي انقلاب عسكري يتم إغلاق الحدود، يتم إغلاق المطار، يتم فرض حظر تجول، يتم كذلك رفع مهام بعض المسؤولين، إلا أنني لا أوافق ضيفكم فيما قال فيما يتعلق بموافقة الجيش على هذا الانقلاب، لأن البيان الذي تم تلاوته البارحة كان هنالك نائب رئيس أركان الجيش النيجيري حاضرا وواقفا خلال قراءة هذا البيان. وطبعا هذا يحيلنا إلى شيء آخر، وهو محاولة أو هو سعي الضباط في إفريقيا دائما إلى محاولة إجراء انقلاب أبيض دون أن تسفك منه الدماء، في محاولة هي الأخرى للحد من التنديد بهذا الانقلاب وحشد التأييد له أن يكون انقلابا أبيض. طيب أستاذ محمد حيب الله، هل تعولون على الوساطات الإفريقية والدولية لإعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي؟ أولا أعقب على كلمة الأخ، البيان الذي ذكرته الآن طلع الآن وليس البارحة، هو بيان مكتوب من قبل قادة الجيش النيجيري وليس المؤتمر الصحفي الذي تم بثه من قبل الإذاعة الوطنية. البيان صدر صبيحة اليوم أن قادة الجيش كلهم يدعمون هذا التحول ويدعمون الانقلابيين.
أما بالنسبة لسؤال الذي تفضلت، نعم، أعود السؤال لو سمحت. هل تعولون على الوساطات الدولية والإفريقية لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي؟ مستحيل أن يعود إلى وضعه طبيعي. من المستحيل. كيف ذلك؟ أن الجيش حسم الأمر. لا أعتقد أن الأمر سيعود إلى طبيعته ويعود الرئيس إلى مزاولة مهامه. هذا أعتقد أنه حسب رأيي من المستحيل. طيب، الأمم المتحدة والمفوضية الإفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعوا منفذ الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس وإنهاء الانقلاب، هل تتوقع أن تكون هناك استجابة؟ إلى حد الساعة ليس هناك أي بيان حول ما تفضلت به. طيب أستاذ علي، لا أعتقد أنه سيستجيب على ذلك. طيب كيف ذلك ولماذا؟ فصل أكثر أستاذ. لأنه عرض نفسه للخطر ونجح في الانقلاب، بالتالي لن يعيد نفسه إلى خطر آخر. حتى وإن كانت مفاوضات؟ وحتى ولو كانت مفاوضات حسم الأمر على ما أعتقد. طيب أستاذ علي السالم، كيف سيؤثر ما يجري على الوضع في النيجر ومنطقة الساحل عموما؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال فقط أردت تصحيح معلومة أو التنبيه للضيف من النيجر الزميل الصحفي. طبعا البيان الذي تحدث عنه صدر اليوم، لكن البارحة كل من يراقب الوضع الأمني في منطقة الساحل يعلم يقينا أن وجود عسكريين وإن كانوا فقط كبار مسؤولين في الجيش يعلم أن ذلك تم بمباركة الجيش رغم صمته وخروجه ببيان اليوم. البيان الذي تلي في التلفزيون والذي شهد عدة مشاكل تقنية لمن تبعه، بداية كان هنالك نائب قائد أركان الجيش النيجري، وبالتالي هذا يعتبر مباركة حتى لو خرج البيان بعد ذلك. بالنسبة لتأثير هذا في المنطقة، أنت تعلم أن المنطقة كلها هي منطقة أو بؤرة للإرهابي المتحول والمتحرك، ونعلم يقينا أن فرنسا فشلت في مالي كما فشلت في بوركينا فاسو، وامتد الإرهاب من الشمال المالي على الحدود من النيجر حتى خليج طينيا، وشهدت كل من كوت ديفوار وبوركينا فاسو والنيجر ومالي وغيرهما من المنطقة حتى من بنين عمليات إرهابية. بالتالي أتوقع أن يسوء الوضع، خاصة أننا لم نشاهد أي نجاح للعسكريين الذين حكموا مالي وحكموا بوركينا فاسو أي تقدم في محاربة ومكافحة الإرهاب في المنطقة، إلا أن النيجر قد تكون استثناء نظرا لوجود شركات التنقيب الفرنسية، وهو ما سيجعلنا نتوقع وجود قوات فرنسية خلال الأشهر اللاحقة. طيب، في هذه المنطقة، بما أنها أيضا ساحة صراع مفتوح بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جهة. شكرا أستاذ، وصلت الفكرة. أستاذ حبيب الله، هل سيتكرر سيناريو مالي وبوركينا فاسو في النيجر؟ أستطيع القول بأنه ممكنا، بما أن النيجر محمد بعثوم حقيقة عمل جهدا واسعا في محاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة وحقق نجاحات كبيرة جدا، لكن أعتقد أن المشهد مثل ما قال زميل ممكن يتكرر. أستاذ علي السالم، تفضل. أستاذ علي السالم، طيب كيف تتوقع أن تكون نهاية هذه المحاولة الانقلابية؟ ستكون محاولة هذه الانقلاب المحاولة الانقلابية ستكون نهايتها حسب توقع بما يلي. أولا خلال ساعات أو خلال أيام حتى سيتم الاعتراف بالمجلس العسكري من قبل دول الجوار خاصة مالي وبوركينا فاسو، لاحقا ستتوسع رقعة الاعتراف أو السكوت الذي هو علامة رضا عن المحاولة الانقلابية في المنطقة. طبعا ستدخل بعض الدول الأوروبية على الخط خاصة فرنسا، لأن كما قلت لك على أن شركات التنقيب الفرنسية توجد للبحث عن اليورانيوم، خاصة توجد في النيجر على الشمال المالي ما بين الحدود النيجرية المالية.
وبالتالي أتوقع أن يكون هذا نقطة قوية جدا في محاولة الاعتراف بالانقلاب أو السكوت عنه على الأقل من قبل فرنسا وبعض حلفائها الأوروبيين. طيب شكرا لك الأستاذ الصحفي وعضو وحدة الاتصال بالرئاسة النيجيرية محمد حيب الله، من كنت معنا من نيامي، وأشكر أيضا علي أحمد سالم الخبير في الشؤون الأمنية من العاصمة الموريتانية نواكشوط. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل في الشق الثاني من البرنامج. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي لدى افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والإنساني الإفريقي الروسي في مدينة سان بيترسبورغ أن روسيا منفتحة على التعاون في المجالات كافة، مشدداً على أن روسيا شريك مهم لإفريقيا وأن التعاون الروسي الإفريقي مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وصل حجم التعاون مع إفريقيا عام 2022 إلى 17 مليار دولار، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري ب 35%، وتعمل الكثير من الشركات الروسية الضخمة في إفريقيا، والقطاعات الأهم هي الطاقة والصناعة والزراعة، وهناك إمكانية التعاون التقني، وهذا التعاون قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ودون أدنى شك نحن منفتحون على التعاون مع دولكم في كل المجالات. من جانبه قال رئيس جزر القمر والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي عثمان غزالي أن روسيا دائما ما دعمت إفريقيا في قضايا التحرر الوطني، كما ساهمت الاستثمارات الروسية في التنمية بالقارة الإفريقية. غزالي أشار إلى أن القمة الإفريقية الروسية تعد منصة هامة لمناقشة قضايا التعاون بين روسيا والقارة السمراء. وحول الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من ستوكهولم ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، ومن الجزائر المحلل السياسي عمار صيغة. أهلا بكما. أبدأ معك النقاش أستاذ عمار صيغة، ما هي أهم القضايا التي ستهيمن على أجندة القمة الإفريقية الروسية؟ إذا بداية تحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي القناة. بطبيعة الحال تأتي هذه القمة الروسية الإفريقية في ظروف استثنائية تعمل فيها روسيا على الانفتاح أكثر على شركاء تقليديين وشركاء تضع فيهم ثقة اقتصادية وذات بعد أمني واستراتيجي. من الناحية الاقتصادية فالواضح والجلي هو لعب الأدوار المتقدمة التي تسعى إليها روسيا بعد تراجع إمدادات القمح الأوكراني، فهي مورد هام للدول الإفريقية في مجال الحبوب والقمح، وكل ذلك يجعلها ضمن دول الأرقام الهامة في الساحة الاقتصادية الدولية فيما يتعلق بتوريد القمح والغذاء. ومن جهة أخرى فإفريقيا كذلك بالنسبة لروسيا شريك هام واستراتيجي فيما يتعلق بمسارات
المتعلقة بالحرب على الإرهاب ومكافحة التطرف. وفي ذات السياق هناك كلام أو حديث عن اتفاقيات أمنية واستراتيجية في مجال مكافحة التطرف ومكافحة الجريمة المنظمة. وفي هذا السياق تسعى روسيا إلى رص الشراكة الاستراتيجية العسكرية مع دول إفريقية، سيما بعد ما تعيشه من عزلة دولية خاصة. طيب أستاذ، ماذا عن القضايا الاقتصادية؟ أستاذ، ماذا عن القضايا الاقتصادية؟ حدثنا عن أهم الملفات الاقتصادية. نعم، القضايا الاقتصادية كرقم هام هي قلنا إمدادات الغذاء للقارة الإفريقية، فعبرت في كثير من المناسبات وعلى لسان وزير خارجيتها ديمتري ميتريف على التزامها بإمدادات الغذاء إلى كل دول المعمورة سيما من الدول الإفريقية، وعبرت كذلك عن استعدادها لمنح غذاء مجاني لبعض الدول الإفريقية التي تعاني أزمات اقتصادية، سيما وأن روسيا تعمل على رقم أكثر من 20 مليار دولار كمبادلات مع القارة الإفريقية. وفي ذات السياق كذلك هناك مساعي روسية لتعزيز وجودها الطاقوي في إفريقيا، سيما أنها دولة هامة في مجال استغلال وإنتاج الطاقة الغاز والبترول إلى غير ذلك. وفي هذا السياق وفي ظل انعتاق الدول الإفريقية عن المساعي التقليدية من الدول الغربية، فروسيا تسعى لأن تكون بديلا هاما وحقيقيا واستراتيجيا بالنسبة للدول الإفريقية في مجال الطاقة واستغلال الطاقات الأحفورية، وكذلك وإيجاد المزيد من عقود الاستغلال في الطاقة والغاز لشركاتها البترولية. طيب أستاذ ياسين أحمد، نتحدث عن الشق الاقتصادي للقمة الإفريقية الروسية، ما هي أهم الملفات الاقتصادية التي تهم إفريقيا وروسيا على حد سواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة. أهلا. أولا وأحيي ضيفك الكريم وسادة المشاهدين. أنا أعتقد هناك يعني ملفات يعني اقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين القارة الإفريقية وروسيا الاتحادية. عن أهم هذه الملفات الاقتصادية هو أنه يعني نعلم أن روسيا لديها يعني كدولة ضخمة لديها موارد اقتصادية، خاصة ما يتعلق باستخراج الطاقة والغاز، وكذلك أيضا رأينا الآن الرئيس الروسي بوتين استبق القمة بإعفاء القارة الأفريقية ديونها، وثم كذلك أنه تعهد روسيا بإرسال الحبوب والقمح إلى الدول الأفريقية مجانا، يعني هذا أيضا يعني يعكس النوايا الحسنة لروسيا. ولكن في النهاية أفريقيا الدول الأفريقية تبحث عن مصالحها، فهناك الآن ظاهرة بما يعرف التوجه الأفريقي شرقا، ورأيناها في جولة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد بن تبون وغيرها من رؤساء الأفارقة الذين يتجهون إلى شرق لخلق توازن، يعني خلق يعني علاقات متوازنة بين المعسكر الشرقي والغربي. فأنا أعتقد روسيا بما لديها من مكانة يعني استراتيجية على مستوى العلاقات الدولية على مستوى العالم، فإن روسيا شريك استراتيجي ما يتعلق في العلاقات الاقتصادية، في تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية. رأينا الآن حجم الاستثمارات الروسية وصلت إلى 20 مليار دولار، وأكيد حتما بعد هذه القمة أيضا ستكون هناك ازدياد في التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وروسيا. فأنا أعتقد في ظل ما تشهده روسيا من تحديات بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، فأنا أعتقد روسيا تحتاج إلى الأسواق الأفريقية، وبنفس الوقت أيضا الدول الأفريقية تحتاج أيضا إلى يعني الخبرات الروسية، وخاصة نحن نعلم أنه كثير من الدول الأفريقية الآن تحتاج إلى الخبرات الروسية. نعلم كل دولة أفريقية لها احتياجات خاصة، ولكن روسيا تستطيع أن تساهم في البنية التحتية أو في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للدول الأفريقية في القارة الأفريقية. طيب أستاذ صيغة، كيف يمكن أن نقيم العلاقة الأفريقية الروسية في التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي؟ بطبيعة الحال قلنا أن العودة القوية الآن بالنسبة للعلاقات البينية بين روسيا
والقارة السمراء قد تجلت من خلال إعادة لعب أدوار متقدمة، سيما وأنه نلاحظ في السنوات الأخيرة تراجع للهيمنة الغربية سيما الأوروبية على الفضاء الإفريقي، وذلك في حد ذاته يعد تحديا بالنسبة للدول الإفريقية في إيجاد شركاء غير تقليديين وشركاء جدد تتقاسم معهم القارة الإفريقية الرؤى الاقتصادية. القارة الإفريقية يعني لديها مستويين هامين في مجال أجنداتها على الساحة الدولية. الأجندة الأولى وهي أجندة الأمن والاستقرار واستتباب السلم في القارة الإفريقية، وذلك ما تسعى إليه بالتقارب مع العلاقات البينية بينها وبين روسيا كحليف استراتيجي، سيما وأن روسيا لديها خلفية تاريخية تشذ عن كل ما يتعلق بالممارسات الإمبريالية والاستعمارية في هذا السياق. وفي قلنا في جانب آخر وهو جانب التنمية والاقتصاد، وذلك بحد ذاته يعتبر يعزز من فرضيات توجه القارة الإفريقية كدول كاتحاد إفريقي كذلك إلى تكتلات متجددة، سيما وأن منظومة قطبية باتت الآن أكثر تفككا وأكثر توجها نحو تعددية استقطاب. وفي ذات السياق فالقارة الإفريقية وبشركاء الجدد وقوى الصاعدة على رأسها روسيا والصين تجد في ذلك بدائل حقيقية لتحقيق مستويات طموحاتها ومستويات مصالحها الضاربة في العمق، سيما وأن الاستتباب والاستقرار يعني أصبح يعم القارة بنسبة 90%، سيما أن هناك بعض التوترات التي تتوافق معها مع قيادات القارة الإفريقية روسيا في حلحلتها، سيما الملف الليبي والسوداني وقضايا أخرى لا تزال عالقة. كل ذلك يجعل القارة الإفريقية تراهن على الرقم الاقتصادي بالنسبة لهذه القمة، قمة روسيا إفريقيا، وبالتالي هواجس القارة الإفريقية فيما يتعلق خاصة بالغذاء فهي الآن في أريحية تامة، سيما وأن الهيئات الدولية وكذلك الشركات المهيمنة على سوق الحبوب والقمح في العالم كانت دوما تضغط على دول إفريقية لتمرير أجندات معينة مقابل الغذاء، وكل ذلك يجعل الدول القارة الإفريقية الآن وبشراكة مع روسيا كبديل حقيقي للقمح الروسي القمح الأوكراني قلت عفوا كبديل حقيقي تجعل من هذه الشراكة يعني تجعل الدول الإفريقية خاصة التي تعاني أزمة غذاء في منأى عن كل المخاطر المتعلقة بالمجاعة إلى غير ذلك. وفي ذات السياق أبرقت موسكو باستعدادها لدعم وتموين الدول الإفريقية التي لا يمكنها تحقيق أمنها الغذائي حتى وإن كان القمح بالمجال، وفي ذلك يعني هو نوع من تعزيز الصداقة والشراكة في هذا السياق، ويجعل من روسيا تظفر بثقة الأفارقة دولا متعددة وحتى اتحادا إفريقيا. طيب أستاذ أحمد، كيف تستفيد إفريقيا من شراكتها مع روسيا في الشق الاقتصادي؟ طبعا هناك فوائد يعني متعددة في الشراكة الاقتصادية بين الدول الأفريقية وروسيا، على رأسها كما قلت الآن مثلا يعني هناك دول أفريقية الآن قدمت عضوية الانضمام إلى البريكس، ونعلم نحن البريكس روسيا لديها دور كبير مع الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند. هذه الدول المجموعة البريكس هي مجموعة تكتل اقتصادي يبحث على يعني كسر الهيمنة للدولار، لأنه التعاملات بين الدول الآن كثير من الدول الأفريقية الآن تبحث على لديها صعوبة في الحصول على العملة الصعبة، فبالتالي دخول بعض الدول الأفريقية والآن الدول الأفريقية التي الآن قدمت الانضمام إلى البريكس وهي الجزائر وأثيوبيا ومصر، هناك ثلاثة دول أفريقية طبعا زيادة على دول أخرى من الشرق يعني ومن آسيا ومن أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية، لكن لو ركزنا على الدول الأفريقية هناك إذا دخلت ثلاث دول أفريقية وهي الجزائر ومصر وأثيوبيا ستكون هناك أربع دول أفريقية في مجموعة البريكس يعني بالإضافة إلى دولة جنوب أفريقيا التي ستستضيف القمة بريكس في الشهر القادم في أغسطس. فأنا أعتقد تكتل البريكس في حد ذاته يعتبر هو من التكتلات الاقتصادية سيجعل القارة الأفريقية متنفساً يعني اقتصادياً، ولا سيما أن روسيا يعني لا تدخل سياسياً، هي لا تدخل سياسياً ما يتعلق في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية،
فهذا يعني يعتبر تعامل سياسي مريح للدول الأفريقية مثل ما تتعامل أيضا الصين يعني. فأنا أعتقد ستكون هناك يعني مردودات يعني فوائد اقتصادية جمة بعد دخول هذه الدول الأفريقية وانضمامها إلى البريكس، وأنا أعتقد هنا روسيا ستلعب دور كبير في دعم هذه الدول الأفريقية لكي تدخل، وكذلك الدعم الصيني والدعم أيضا من جنوب أفريقيا وحتى الدول الأخرى. فإذا هذه المصالح الاقتصادية من خلال الدخول إلى البريكس سيكون هناك يعني آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والشراكة والتعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية الروسية. ولا ننسى أن كما قلت التوجه يعني الأفريقي شرقا، الآن رأينا كثير من الدول الآن لكي تخلق يعني توازن في علاقاتها الدولية، الدول الأفريقية الآن تحاول أن توازن في علاقاتها الدولية بين أن تحافظ على المكاسب والمصالح المشتركة مع المعسكر الشرقي من جهة، وبين أن تحافظ أيضا مع مصالحها مع المعسكر الغربي من جهة أخرى. فبالتالي أنا أعتقد مثل هذه التكتلات والتقارب والشراكة الروسية والأفريقية سيعزز في خلق أو سيساهم في خلق عالم متعدد القطبية، والتعددية القطبية هي لصالح القارة الأفريقية إن أحسنت توظيف التنافس الدولي المحموم للقوى الدولية على أفريقيا. طيب، على ذكر المكاسب السيد عمار صيغة، ما هي المكاسب التي سيجنيها الطرفان من التحالفات الاقتصادية؟ إذن نحن نركز على مكاسب القارة الإفريقية بدرجة أكبر. فالمكاسب بالنسبة للقارة الإفريقية هي البحث عن حلفاء جدد غير تقليديين أو خارج الهيمنة الغربية المعتادة التي هيمنت على المشهد القاري في قارة إفريقيا من ناحية اتخاذ القرار السياسي وحتى من ناحية البنية السياسية. بالعديد من بؤر التوتر كانت أذرع الغرب، الشركات الاحتكارية الغربية كانتها أذرع في قلب عديد النظم السياسية في أفريقيا وزرع البلبلة والفتنة وزرع التوترات في القارة الإفريقية، وفي هذا في حد ذاته كان تحديا كبيرا بالنسبة للقارة الإفريقية. وأما من ناحية مكاسب الشريك الإفريقي بالنسبة لروسيا، روسيا الآن تعد في الواقع هام بالنسبة لتكتل بدأت ملامحه يعني تتوضح بصورة جلية، وأهدافه وحتى استراتيجيته، سيما وأن هناك تقاطع مع السياسة الصينية في ذات السياق. وفي حد في هذا السياق فقط نعتقد أن الجانب الروسي مستعد أن يذهب بعيد المدى في مجال الاستثمارات الاقتصادية مع القارة الإفريقية. وهناك حديث عن إمكانية الاستثمار في مجالات البنية التحتية من طرق ومن جسور ومن سكك حديدية، كل ذلك يعد من ضمن المكاسب التي سعى إليها القارة الإفريقية. وفي ذات السياق بالنسبة لروسيا بالبحث عن خارج الأطر التقليدية لحلفائها في القارة الأوروبية، سيما وأن التوتر بات سيد الموقف هناك، وهناك عزلة دولية تعانيها إقليمية تعانيها روسيا. وفي ذات السياق فالبحث خارج الصندوق كما يقال يعتبر بالنسبة لروسيا هو ظفر بشراكات عميقة ومتعددة مع شريك الإفريقي. وفي ذات السياق تتقاطع هناك طموحات للقارة الإفريقية بالظفر بعضوية دائمة في مجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق تسعى دولة روسيا إلى جانب الصين إلى إدراج مقترح القارة الإفريقية لظفرها بعضوية دائمة في مجلس الأمن، فهذا حد ذاته يعتبر ضمن بوادر العدالة الدولية التي تسعى لتحقيقها المجموعة الدولية في ظل تعدد القطبية الحالية وكسر شوكة الاحتكار القطبي التي كانت تتعزز بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وفي ذات السياق فهذا كله يعتبر ضمن المكاسب التي تسعى القارة الإفريقية لتحقيقها خارج الشراكة التقليدية مع الشريك الغربي الأوروبي، والتوجه نحو الصين وروسيا، وكل ذلك في إطار تعزيز طموحاتها للظفر بعضوية دولها الرائدة في مجموعة دول البريكس. وهذا ما سيعزز من ربما من 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 قدرات بنك مجموعة البريكس والتي بادرت جزائر إلى ضخ مليار ونصف دولار كمساهمة في هذا الصندوق في حد ذاته، والذي يعتبر ضمن الموارد التي تراهن عليها القارة الإفريقية خارج الموارد التقليدية، صندوق النقد الدولي وصندوق الدولي لفامي.
كل ذلك يجعل من الدول الإفريقية يعني لديها بدائل حقيقية في جوانب استراتيجية اقتصادية وجوانب كذلك استراتيجية عسكرية وأمنية، سيما وأن تقاطعات الرؤى في مجال توريد الأسلحة وكذلك دعم البنية الأمنية وكذلك تعزيز قدرات الدول الإفريقية على دحض كل معالم الجريمة المنظمة وكذلك التطرف والإرهاب، وهذا في حد ذاته يعتبر ضمن الرؤى التي تتشارك مع روسيا مع المجموعة الإفريقية، سيما وأن الدول الإفريقية عانت لحقب متعددة من ظاهرة الجريمة المنظمة والنزاعات والتطرف إلى غير ذلك. ويمكن أن تكون هذه عقبات السيد. نعم، هو في حد ذاته أنه المعادلة التي يجب أن نراهن عليها وهي معادلة الأمن والاستقرار مقابل التنمية والاقتصاد، يعني لا وجود هناك لتنمية اقتصادية دون استتباب الأمن والاستقرار، وهذا في حد ذاته ما ستسعى الدول الإفريقية إلى جانب الشريك. وصلت الفكرة أستاذ. نعم. أستاذ أحمد ياسين، ما هي العقبات التي قد تقف في وجه تطور هذا التعاون الإفريقي الروسي؟ طبعا هناك يعني عقبات داخليه وخارجيه. لو بدانا بالعقبات الداخليه التي تتعلق بالدول الافريقيه، هذه العقبات قد تكمن انه يعني في ان الدول الافريقيه تكون يعني تجعل لها صوتا موحدا في المصالح المشتركه للقاره الافريقيه بصرف النظر عن الاختلافات فيما بينها او يعني كثير من العقبات. فبالتالي يعني التحول الديمقراطي والحكم الرشيد للدول الأفريقية هذا سيساعد أن تستمد قوتها، يكون عندها قوة تفاوضية مع روسيا أو في علاقاتها الخارجية. أما العقبات الخارجية طبعا كثير من الدول الأفريقية ربما الآن لديها يعني تحديات مع علاقاتها مع الغرب، فالغرب دول الغربية تمارس بعض الضغوطات على الدول الأفريقية في أن لا يعني تنوع علاقاتها وتحالفاتها الاستراتيجية مع التوجه الشرقي مع روسيا والصين. هنا حقيقة لابد التقلب، لابد من تقديم المصالح يعني الأفريقية، ولابد أيضا التعامل، ينبغي على الدول الأفريقية أن تتعامل مع الغرب على أساس الندية والمصالح المشتركة، ولكل الدول الأفريقية لأنها دول ذات سيادة يحق لها أن تنوع علاقاتها الاستراتيجية وتحالفاتها مع المعسكر الشرقي والغربي. لكن الدول الأفريقية هي لديها إذن علاقات، تتمتع بعلاقات جيدة مع الغرب، لكن لم تستفيد اقتصاديا. فبالتالي من حق هذه الدول أن تنوع، من حق الدول الأفريقية أن تنوع علاقاتها وتحالفاتها مع الدول مع القوى الشرقية ومثل روسيا والصين وحتى الدول الأخرى، يعني حتى فيما بينها. يعني لو أخذنا النموذج التركي مثلا، تركيا الآن بالرغم من وجودها في الناتو وقريبة إلى الغرب، لكن استطاعت أن تخلق توازن في علاقاتها بين تقاربها مع روسيا والصين من جهة، وبين حفاظ علاقاتها ضمن المنظومة الغرب ووجودها كدولة عضو في الناتو. فأنا أعتقد لا يمنع للدول الأفريقية أن تحقق هذه الموازنة وهذا التوازن في علاقاتها مع المعسكر الغربي والشرقي على أساس الندية ومبدأ الندية ومبدأ المصالح المشتركة. فبالتالي لابد التقلب على العقبات الداخلية التي تتمثل في التحول الديمقراطي، في الشفافية، في الرقابات. يعني لابد يكون عندها هذه الدول الأفريقية يعني نظم رقابية البرلمان وغيره، حتى تكون هناك يعني نقلة نوعية في الحكم الرشيد. وإذا يعني استوفت هذه الشروط والاستحقاقات الداخلية، هي سوف تتقلب على هذه العقبات وتكون أقوى عندما تتعامل مع العقبات والخارجية. طيب السيد صيغة، من خلال هذا التعاون والشراكة تسعى إفريقيا للتحول من قارة تستجدي المعونات إلى قارة اقتصادية تخلق الثروة والرفاه لشعوبها، هل تعتقد أن هذه الشراكة يمكنها توفير البيئة الملائمة لذلك؟ بطبيعة الحال قلنا أن خارج الأطار المتعلقة بالابتزاز وإملاء القرارات السياسية على الدول والأنظمة الإفريقية،
ومن خلال شريك يتمتع بثقة ويتمتع بمبدأ راسخ وهو عدم التدخل في شؤون داخلية للدول. كل ذلك يجعل من القارة الإفريقية يعني تقطع نوعا ما طموحاتها، وبالتالي التجربة الآن كشراكة بين روسيا وإفريقيا في بداياتها، ولا بأس للقارة الإفريقية أن تبادر بتجربة تلك الشراكة، سيما ما تعلق منها بالبنية التحتية، وكذلك إعطاء شريك الروسي المزيد من الامتيازات الاقتصادية، سيما وأن روسيا تتمتع بقدرات هامة في مجال الطاقة الأحفورية وطاقة استغلال الغاز والبترول. كل ذلك بحد ذاته يعتبر من البدائل الحقيقية التي تسعى القارة الإفريقية إلى الظفر بها خارج العقود التقليدية لشركات غربية وشركات لها أيادي في تحريك وتأجيج الوضع والأزمات في القارة الإفريقية، وبالتالي وكل ذلك يجعل من الشريك الروسي حتما مع بوادر تحقيق أرقام هامة تفوق $20 مليار من المبادلات التجارية بين روسيا والقارة الإفريقية، وكذلك طموحات روسيا إلى ظفر بأكثر من $30 مليار كتعاملات اقتصادية خارج الأطر التقليدية المتعلقة أساسا بتوريد السلاح والغذاء. كل ذلك يجعل من القارة الإفريقية ربما مجالا هاما وحيويا للاستثمارات الروسية، سيما وأن روسيا تبحث خارج الأطر التقليدية لها، وتبحث كذلك هناك نوع من التنافس الشريف الاقتصادي بينها وبين حلفائها الاقتصاديين. هناك تنافس بين روسيا والصين، تنافس بين روسيا والهند، هناك تنافس كذلك بين روسيا والقوى الصاعدة الغير تقليدية. كل ذلك يجعل من الشريك الروسي بالنسبة لطموحات القارة الإفريقية نعتقد بديلا حقيقيا وبديلا ناجعا، سيما وأن الموروث السوفيتي الذي تستمر فيه روسيا، سيما طيب. وأن كانت هناك علاقات طيبة بين القارة الإفريقية والاتحاد السوفيتي سابقا. طيب السيد أحمد، على ذكر المنافسة، ما هي مجالات التعاون التي يرغب الأفارقة في تعزيزها مع روسيا؟ طبعا مجالات التعاون كثيرة جدا، لكن يعني بما أن لروسيا لديها يعني تقريبا امتيازات كثيرة ولديها يعني موارد وإمكانيات، من ضمنها استخراج يعني الطاقة لروسيا سواء كان النفط أو الغاز، هذا استخراج الموارد الطبيعية، وعلى هذا جانب. وجانب آخر أيضا ما يتعلق في البنية التحتية، لأن كثير من الدول الأفريقية، طبعا احتياجات الدول الأفريقية تختلف من دولة إلى دولة، لكن كثير من هذه الدول تحتاج إلى البنية التحتية، وهذه البنية التحتية إذا لم تتوفر يعني لن تكون هناك نهضة حقيقية اقتصادية. فأنا أعتقد هناك مجالات كثير، ومن هذه المجالات أيضا هو الاستفادة من الخبرات التكنولوجية في الرقمنة وفي الزراعة وفي مجالات الاقتصاد ما يتعلق، لأنه مثلا الآن كثير من الدول الآن الشرقية مثل الصين وغيرها، هذه الدول يعني صحيح لديها استثمارات يعني بحجم كبير يعني بمليارات الدولارات في القارة الأفريقية، لكن الآن المشكلة تكمن في أفريقيا، أن أفريقيا يعني لا ينبغي على أفريقيا أن تستمر أن تكون مصدر لتصدير المواد الخامة، لابد أن تكون أيضا هي يعني مركزا للتصنيع، مركز دولة يعني دول صناعية. شكرا لك أستاذ ياسين. هذه المواد الخام نعم. هذه المواد الخامة لو تم تصنيعها في القارة الأفريقية سينعكس يعني على شعوب القارة. شكرا لك ياسين. أستاذ ياسين وصلت الفكرة، شكرا. أستاذ عمار صغاكا، سؤال أخير، ما هي المميزات الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها روسيا للدول الأفريقية باختصار أستاذ؟ قلنا أن روسيا عبرت عن استعداداتها لأن تكون بديلا بالنسبة لتوريد الغذاء وتوريد الحبوب، وفي جانب آخر هناك إمكانيات تتمتع بها روسيا في مجالات البنية التحتية من الجسور ومن الطرقات ومن البنايات، وكل ذلك يجعل القارة الإفريقية في رواق هام بالنسبة وبراغماتي بالنسبة للامتيازات الاقتصادية الروسية. كذلك روسيا بالنسبة للتعاون الاستراتيجي في مجالات الأمن القومي وكذلك الاستخبارات. شكرا لك أستاذ، عدوا يعني شريكا حقيقيا في هذا السياق. شكرا لك أستاذ، انتهى الوقت. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام هذا العدد من نبض العالم. أشكر الأستاذ ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، كنت معنا من ستوكهولم، والشكر موصول أيضا للمحلل السياسي عمار صيغة، كنت معنا من الجزائر. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.